إسرائيل تعرف تجتاح رفح؟ لا. مين اللي قال؟ يوسف. آه يوسف قال كده. طب السؤال، يوسف بيقول كده بناء على إيه؟ والله بناء على المعايير اللي المفروض جدلا بتتحسب كويس جدا قبل دخول أي حرب أو أي معركة. مش بس كده، ده مش كلامي أنا، ده كلام وزير الدفاع الأمريكي. وزير الدفاع الأمريكي قايل نصا اجتياح رفح صعب. خد بالك، وزير الدفاع الأمريكي، أمريكا اللي بتساعد إسرائيل ماليا ولوجستيا وعسكريا، بتقول اجتياح رفح صعب. ما بين قوسين، وإسرائيل ليس لديها خطة لحماية المدنيين. خلينا ناخد معانا على تليفون سيادة السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق في إسرائيل. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. سيادة السفير، إزاي تشوف تصريحات وزير الدفاع الأمريكي حول صعوبة اقتحام أو اجتياح رفح الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال، وكمان كمل وقال إنه ما عندهمش خطة لحماية المدنيين؟ شوف، أولا خلينا أول ما بتيجي، أولا عايز أول حاجة بعد إذن حضرتك إن أنا يعني في البداية أشيد بالجهود المصرية التي تبذل على مدار 24 ساعة للوصول إلى صفقة تنقذ، يعني تنقذ الموقف وتفقد دماء الفلسطينيين. أنا دلوقتي النهارده هتبص تلاقي حضرتك بمتوسط كل يوم أو العملية اللي هي قبل ما يحدث حول رفح هنسمع تصريحات متناقضة من هنا ومن هنا، هتلاقي تصريحات متناقضة حتى من الجانب الأمريكي. هي الولايات المتحدة من جواها مش عايزة إسرائيل تقتحم رفح، لأن عارفة إن ده كويس قوي هيزيدها إحراجاً فيما يتعلق بدعمها لإسرائيل، لأن إسرائيل شكلها هيبقى سيء للغاية في الخارج، والولايات المتحدة بتسعى إنه تحسن من شكل إسرائيل لأنه بيمثل ضغط داخلي على الولايات المتحدة ذاتها فيما يتعلق باللي احنا بنشوفه من انتفاضات في الجامعات والشوارع الأمريكية والغربية. حلو. الحقيقة يعني خلينا نتكلم من واقع، أنا يعني لا أخش في تفاصيل تتعلق بالصفقة وما هي في الصفقة، لأنها في الآخر هذه الصفقة بتتعامل بشكل إلى حد ما غير معلن، كلها بتأتي بشكل اجتهادات إعلامية أو بعض الأرقام فيما يتعلق بالأسرى، إنما هي العملية أصبحت دلوقتي بترمي كورة هنا وبترمي كورة هنا. النهاردة في الدوحة حماس قاعدين بيبحثوا المقترحات الإسرائيلية، والمفروض إنهم هيردوا بكرة، هيردوا بالإيجاب ولا السلب. لو ردوا بالإيجاب يبقى ده بيدي أمل في إن موضوع اجتياح رفح قد يتأجل بعض الشيء، أو يردوا بالسلب يبقى عملية اجتياح رفح خلاص أمر لابد منه. طبعا أنا أتصور من وجهة نظري إن حماس ستكون لن ترفض، ولكن في نفس الوقت أتصور إنها هيكون عندها بعض الإيضاحات أو الاستفسارات. ليه؟ لأن كده بترمي الكرة في ملعب إسرائيل، بتحفظ نتنياهو، لأنه نتنياهو عايز بأي طريقة إن هو يقوم بعملية الاجتياح دي، وإن كان دي هنحطها بين قوسين لأن هتكلم فيها بعد كده. وفي نفس الوقت بتخلي الأمريكان، لأن أنا متوقع إن الولايات المتحدة لو حماس رفضت الصفقة بالكامل هتدي ضوء آخر لإسرائيل إنها تجتاح رفح، ده تصوري. فبالتالي انا اعتقد ان نتنياهو ليس من مصلحته انه يعني يسرع من وتيره او من عمليه اجتياح رفح، لان اجتياح رفح الا بقى لو اطال امد اختيار رفح ده، لان هو نتنياهو مش عايز الحرب تخلص، وفي نفس الوقت هو عنده داخل بيضغط عليه، وفي نفس الوقت هو مش حير، يعني هو لن يقبل بعد الا لما حماس ترضخ تماما، حماس لن ترضخ تماما. فالامر الحقيقه الى حد ما معقد جدا، ما نقدرش نقول ايه اللي هيحصل في رفح. فيما يتعلق باجتياح رفح بقى نفسه، انا اتصور انه طبعا يعني انا هتكلم حضرتك بصراحه، احنا على مدى السبع او ثمان اشهر او اكثر يمكن من ساعه ما الحرب قامت، بعد 7 اكتوبر، احنا كلنا كنا بنتصور حاجات وبيحصل حاجات غير متوقعه.
يعني امريكا كنا تصورنا ان الحرب دي هتاخد شهرين ثلاثه، لا واضح ان الحرب فيها نفس طويل، وده من مصلحه نتنياهو. وانا بحكم تجربتي العمليه في اسرائيل انا فاهم نتنياهو بيفكر ازاي. نتنياهو بيفكر بطريقه هو ما بيهموش، هو مجرد عايز يقعد على الكرسي اطول مده ممكنه، وعايز يعني وفاهم كويس قوي ان هو هذه الحرب لو انتهت هو في البيت. هو في معارضه داخليه لدى البعض، مثلا اللي هو زي وزير الدفاع الاسبق جانس اللي هو رئيس حزب المعسكر الاسرائيلي دون معسكر الوطن الاسرائيلي دون، هو يميل الى الوصول الى صفقه، لانه يعلم جيدا انه اجتياح رفح لن يبدي شيء. اجتياح رفح هيزيد من كراهيه الشارع ضد اسرائيل، لانه مش ممكن مهما كانت اسرائيل هتستخدم من اسلحه ذكيه اللي هي بتدعي فيها انها دي اسلحه واخداها من امريكا عشان خاطر تتجنب قتل المدنيين ولا انشاء ممرات زي ما امريكا بتقول. المدنيين هيقعوا بالمئات تاني والالاف، الاف وهيبقى بالالاف. وبالتالي انا اتصور انه اجتياح رفح من وجهه نظري لسه شويه عليه، قد ياخذ بعض الوقت والله اعلم. ليه بقى كمان؟ لان انا شايف من زمان ان نتنياهو من ضمن الاسباب اللي هي عايز يمد امد الحرب هو بقدر الامكان عايز عشان يدي فرصه فتره اطول للجمهوريين في الولايات المتحده ويجوا، لانه بيراهن على ان الجمهوريين هيكون موقفهم احسن من موقف الاداره الامريكيه الحاليه، لان موقف الاداره الامريكيه الحاليه ظاهريا لا هو في نوع من الازمه في العلاقه مع اسرائيل ظاهريا. طبعا هم بيدورهم مساعدات عسكريه لكن على الاقل في معارضه، بايدن بيقولوا لا انا ضدك، لا ما تعملش كذا، ودي في حد ذاتها ما كانتش بتحصل قبل كده الا يعني زي ما بتقول يعني كان في نوع من انواع اللوم او العتاب الخجول او المهذب. لا دلوقتي في ازمه، فهو برضه نتنياهو عايز باي طريقه يطير امد الحرب عشان خاطر الجمهوريين لما يجوا يبقى الموقف مختلف. طيب سعاد سفير، اعتقد وصححني اذا كنت انا غلطان، المقاومه ليست فقط في منطقه رفح او في مدينه رفح، وحماس ما هياش بس متمركزه ومتمترسه في رفح، حماس موزعه وموجوده في سائر ربوع غزه لو صح الكلام. وبالتالي اعتقد انه من مصلحه حماس زي ما حضرتك قلت، من مصلحه حماس انه تقبل بهذه الهدنه حتى لا نغامر بمحاولة، حتى مش هقول اجتياح كامل لرفح، ولكن بمحاولة للاجتياح أو لضربات موسعة هتؤدي إلى إراقة دماء لعشرات الآلاف واستشهاد الآلاف. وأيضا المصلحة الإسرائيلية، صححني فيها لو غلطان يا فندم، المصلحة الإسرائيلية تحتم أيضا قبول الهدنة على الأقل من باب أنه يقدر يعمل ريديبلويمنت، يعمل إعادة انتشار، يعمل إعادة تمركز. يعني في كل الأحوال حماس هتستفيد من الهدنة، إسرائيل هتستفيد من الهدنة. اللي ممكن يخطر على بال أي من الجانبين يدفعه لعدم قبول الهدنة؟ شوف بالنسبة، خلي بال حضرتك دلوقتي هو كل واحد بيحط السقف بتاعه، السقف بيبتدي ينزل حتة حتة. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل أنا بقول لحضرتك أنا ما عنديش يعني مش متأكد من التفاصيل ما شفتهاش ما قريتهاش اللي تتعلق بمضمون هذه الصفقة. مضمون هذه الصفقة قد تكون إسرائيل بتطلب من حماس حاجات قد غير قابلة لأن حماس تقبلها. يعني استحالة تسليم، ممكن تبقى نزع سلاح حماس، ممكن تبقى اعتزال حماس من المقاومة وتبقى حركة سياسية، وإن كان دي كانت مطروحة صحيح أنا كنت هناك. ولكن أنا اللي أنا شايفه إنه حماس بتلعبها بطريقه من وجهه نظري هي انها ما بترفضش الصفقه، ما بتقولش الصفقه غير مقبوله، بتقول لا انا عندي ايضاحات، انا بس عايز استوضح دي، انا شايف دي. لان حماس تعلم برضو انه لا يعني خلينا نتكلم، انا معاك ان حماس منتشره في كل حته، انما منتشره في كل حته وهي مقاومه، ولا يمكن لاسرائيل في يوم ما ستستطيع أن تقضي على حماس، لأن حماس دي فكر زي ما قلنا وأيديولوجية وليست حركة. ومش حماس بس، في حماس وفي جهاد، وفي فصائل فلسطينية طبعا كثيرة طبعا بتقاوم،
فإسرائيل طول ما إسرائيل، وأنا كنت بقول الكلام ده وأنا هناك، طول ما إسرائيل محتل أراضي وطول ما هي بتعامل الشعب الفلسطيني بهذه القسوة من قتل ونزوح الناس وطردهم وتهجير يعني معروف، كل حاجة معروفة. عمر ما إسرائيل دي هتعيش في أمن وأمان، والله لما تكون مين لو قوة عظمى لا يمكن أي مواطن الإسرائيلي هيعيش في أمن وأمان. بس طبعا إسرائيل النهاردة الداخل الإسرائيلي بوجود اليمين المتشدد اللي هو بيحكم مع أسلوب نتنياهو وسياسته المتلونة، إن هو ممكن يكون يميني وممكن يبقى فيه وسطي لمصلحته فقط، يخلي إسرائيل زي ما بقول لك تفكر في تطويل الحرب، تطويل أمد الحرب. ليه لا؟ نعمد الحرب لغاية لو ليه؟ ما في إسرائيل. أنا النهاردة كنت مراهن في يوم ما إن الاقتصاد الإسرائيلي هيتأثر. كويس؟ الحروب اللي بتعمل لا، أمريكا بتدفع فاتورة. صحيح. والغرب بيدفع فاتورة، إسرائيل ما تأثرتش اقتصادياً. أنا وده اللي أنا مثلا يعني إسرائيل رغم إنه بيدفعوا لمئات اللي هم الناس المجندين اللي هم اللي في الاحتياط مرتبات وفي نفس الوقت كان في فترة معينة الغاز الإسرائيلي ما كانش بيدق في الخارج ومع ذلك عدت الأزمة الاقتصادية. فما فيش ما يمنع ما يرضى، لازم يكون في رادع لإسرائيل، ولازم برضو حماس من ناحيتها برضو تبتدي بقى تفكر بصوت العقل شوية فيما يتعلق به، يعني لازم ناخد خطوات عشان نوقف حقن دماء الفلسطينيين. صحيحا انا بتكلم، انا مش يعني انا بتكلم كمان على حماس طبعا وبعدين في نفس الوقت انا طول ما البيت الفلسطيني مش مترتب عمر ما هيبقى فيه 100% مظبوط. 100% مظبوط. انا بشكرك جدا 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 سعادة السفير، كل الشكر لحضرتك سعادة السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق في إسرائيل. ألف ألف شكر.